بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ شباب صف رابع ابتدائية الجامعة، هلا بيكم، مرحبا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا بخير. ما تنسوا تدعوا لأنفسكم والأهلكم والبلدكم من ربنا سبحانه وتعالى يحفظنا من جميعا من الأمراض ومن الأوبئة، وإن ربنا سبحانه وتعالى ينجينا من هذا المرض اللعين. إن شاء الله إحنا النهاردة بنستكمل الدروس حج رابع ابتدائي مادة الاجتماعيات، معكم الأستاذ رضا عبد الفتاح علي، معلم الاجتماعيات بالمدارس. النهاردة إحنا مع الوحدة بنستكمل الدروس مع الوحدة الثامنة، الدرس 13 اللي هو بيتكلم عن بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. احنا المرة اللي فاتت كنا بنتكلم عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونسبه، وبنتكلم عن المراحل اللي مر بيها لغاية ما بقى له شأن كبير في مكة وعرف بالصادق الأمين وكبر، وان هو صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بعدما رأت منه من أمانة شديدة وحرص على المال، وكيف أنها حينما تولى تجارتها كانت التجارة قد كسبت كثيرا، وحكى لها غلامها عن أمانة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصدقه، وكيف كان يتعامل، وكيف مما جعل السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي من وجهاء مكة أن تتزوج من أو تقبل بالزواج من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم احنا بنتكلم عن بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. معنى بعثته يعني بداية تكليفه برسالة الإسلام ان هو يبلغها للناس. خلاص ربنا سبحانه وتعالى هيكلفه بالرسالة وهي رسالة الإسلام، يبلغ الناس ويبلغ البشر كلهم دعوة الإسلام ورسالة الإسلام. لازم نفهم يا شباب إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده، ما فيش نبي تاني يجي بعد منه، يبقى هو خاتم الأنبياء. اتنين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وحبيب الحق سبحانه وتعالى. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لازم نفهم ونتأكد ان هو لما نشأ وهو طفل صغير ولما كبر كان معروف عنه ان هو عقله راجح وسليم الفطرة، ربنا سبحانه وتعالى عصمه من افعال الجاهلية، لا شرب خمر ولا لعب ميسر ولا فعل اي شيء من المخالفات اللي كان بيقع فيها اهل مكة. جميع اهل مكة شهدوا للرسول صلى الله عليه وسلم بإن برجاحة عقله، وإن هو ما جرب عليه يوم إن هو سجد لصنم أو عبد صنم أو شرب خمر أو كلام زي كده، بل إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا شباب كان يختلي من نفسه. يعني إيه يختلي؟ يعني يروح غار حراء لوحده يتأمل في ملكوت الله ويعتقد أن لهذا الكون ملك عظيم يدبر أمره ويسير حاله، فيتدبر في أمر هذا الملك العظيم وهو الله، ويجتهد إلى الله بالتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. وغار حراء هذا يا شباب الآن هو في مكة المكرمة المعروف باسم جبل النور. طيب يبقى إذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بيجلس في غار حراء يخلو مع نفسه ويعيش مع نفسه كده عبادة تفكر، عبادة تدبر، عبادة نظر في خلق الله سبحانه وتعالى في غار ايه يا شباب؟ ها؟ غار حراء، وهو في مكة المكرمة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء مرة من المرات وكان بلغ من العمر 40 سنة، نزل عليه سيد الملائكة سيدنا جبريل
وكلنا عارفين الحوار الشهير اللي حصل بين سيدنا أبو بكر وسيدنا جبريل سيد الملائكة. ووصل الأمر في النهاية إن نزلت آيات القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق. بدأ خلاص يا شباب التبليغ بالرسالة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى كلفه برسالة الإسلام. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. أصل الإنسان إيه؟ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا شباب مع تبليغه بالوحي وتبليغه بالرسالة بدأت الأمور تأخذ اتجاه تاني. الصورة اللي أمامنا في الكتاب صفحة 79 بتورينا جزء بسيط من شكل هذا الغو، من شكل منظر بسيط من هيئة غار حراء. ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجلس في هذا المكان الموحش والظلمة الشديدة ويجلس وحده ولا يخاف من شيء ولا يرتعد من شيء، بل هو كل أمر معلق بيد الله سبحانه وتعالى. إزاي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بيجلس الساعات الطوال في هذا المكان وهو مش مشغول بحاجة غير إنه هو مشغول بالله سبحانه وتعالى؟ شوف يا شباب قد إيه الإنسان أما يعني هو يعيش مع ربنا سبحانه وتعالى يقوم ربنا سبحانه وتعالى يجعله يتلذذ بالطاعة والعبادة. طيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما ربنا بلغه بالرسالة يجلس في بيته ولا يبلغ قومه؟ ويبدأ بمين؟ فبالله ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بدأ باللي حواليه، أصدقائه وزوجته، بدأ بأقرب الناس له. لذلك أول من آمن به من النساء السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها، هذه أول من آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل إنها هدأته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من غار حراء عاد وهو في حالة شديدة الصعوبة، وكان في حاجة إلى من يطمئنه ويهدئ روعه ويخفف عنه، وكلنا عارفين إنها أخذته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، ورقة بن نوفل بشروا بأنه نبي آخر الزمان وأنه لو كتب الله له الأجل حتى يلحق بالوقت الذي يبلغ فيه سيدنا محمد بالرسالة سيكون أول المؤمنين. يبقى إذن دور السيدة خديجة أنها كانت دور مهم جدا وعظيم مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه أول من آمنت من النساء السيدة خديجة، وأول من آمن من الرجال صاحبه حبيبه سيدنا أبو بكر الصديق، أكتر واحد سيدنا أبو بكر أكتر واحد كان بيحبه هو سيدنا أبو بكر، سيدنا النبي بيحبه. أيضا أول من آمن من الشباب ابن عمه علي بن أبي طالب، وأول من آمن أيضا مولاه وخادمه سيدنا زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يبقى إذن ربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم قم فأنذر، يلا بلغ الناس دعوة الإسلام، بلغهم كتاب ربنا، بلغهم أوامر ربنا، بلغهم كل حاجة عن ربنا عشان يتعلموا وياخدوا طريق ربنا سبحانه وتعالى، وفي النهاية يدخلون الجنة. واللي ما يسمع كلام ربنا ولا يهتدي بهدى الله ده يبقى له طريق تاني، احنا نعوذ بالله أن نكون على هذا الطريق. الله تبارك وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه العزيز: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر،
والرجز فاهجر. شوف قد ايه الاسلام دين عظيم يا شباب، دين عظيم جدا. اهل مكه بقى لما النبي صلى الله عليه وسلم بدا ناس تؤمن به وبدات تنتشر دعوه الاسلام في مكه المكرمه، بدا اهل مكه اللي هم بيعبدوا الاصنام يؤذوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويؤذوا اصحابه رضوان الله عليهم، وبل ان وصل الامر انه يعذبوا كثير من الصحابه عشان يعودوا عن دين محمد، ومن الصحابه من مات من شده التعذيب، من شده تعذيب كفار مكه له. يبقى اذا لما بدا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يبلغ اهل مكه دعوه الاسلام، ما كان من كفار مكة ووجهاء مكة اللي هم بيتجروا بالأصنام ولا يريدون هداية ولا يريدون للناس أن يعودوا إلى الله، إلا أنهم آذوا النبي وأصحابه واشتدوا عليهم في الإيذاء مع شدة الإيذاء والتعذيب لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف أن هناك ملكا عادلا يحكم بلاد الحبشة اللي هي أثيوبيا اليوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه اللي هم لا يقوى على مواجهة قريش اللي هم الضعفاء بالهجرة إلى الحبش، ياخذوا بعضهم ويروحوا بلاد الحبش اللي هي أثيوبيا. ليه؟ لأن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، هو ملك بس هو مش مسلم لكنه عادل غير ظالم. وكان من بين اللي هاجروا مين؟ سيدنا عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن يا شباب تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يبلغ قومه، فبدأ بالدائرة القريبة منه، فأول من آمن من النساء خديجة، ومن الرجال أبي بكر، ومن الشباب علي بن أبي طالب، وآمن مولاه سيدنا زيد بن حارثة، آمن برسالة الإسلام وبنبي الإسلام. ربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا محمد أن يبدأ في تبليغ الناس في أهل مكة وغير مكة، لكن كفار مكة ومشركي مكة عذبوا الصحابة وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم، مما اضطر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأمر بعض صحابته الكرام بالهجرة إلى بلاد الحبشة. اشمعنى بلاد الحبشة؟ ليه أمرهم يهاجروا لبلاد الحبشة؟ لأن بلاد الحبشة فيها ملك عادل لا يظلم عنده أحد. وفعلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان صادق في وجهة نظره. طيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يركن ولا يتحرك في كل مكان يدعو الناس إلى الإسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم ظل على جهده وجهاده يدعو الناس إلى الالتزام بدين الله والعودة إلى الله، وإن هم يبعدوا عن عبادة الأصنام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أهل مكة كانوا بيصدوه ويحاربوه، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يفكر في مكان تاني. فراح فين؟ راح متجه لمدينة الطائف. كلنا عارفين إن مدينة الطائف قريبة من مكة. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الطائف وبدأ يدعو أهلها إلى الإسلام، لكن الكفار الطائف واجهوا النبي صلى الله عليه وسلم مواجهة شديدة لدرجة أنها آذت نفس النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم حزن لذلك حزنا شديدا، أراد الله تبارك وتعالى أن يخفف عنه ويرفق به لأنه هو حبيبه. فكانت رحلة الإسراء والمعراج. رحلة الإسراء، الإسراء يعني الانتقال من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج يعني صعود النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، إلى حضرة ذات الله العلية. وهناك أمره الله بالصلاة، أمره الله بالصلاة. يبقى إذن
رحلة الإسراء والمعراج ديت كانت رحلتين. الرحلة الأولى الانتقال من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وكل هذا تم ليلا. والمعراج هو صعود النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى في بيت المقدس إلى السماوات العلى إلى حضرة ذات الله. الدليل على كده كلام ربنا سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. دي معجزة، معجزة بكل المقاييس، إن ربنا سبحانه وتعالى يأمر بانتقال النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس ومن بيت المقدس إلى السماوات العلى، وهناك فرضت عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى استجاب لدعائه فخفف عنه ولطف به في رحلة الإسراء والمعراج. يبقى إذن إحنا درس اليوم اللي هو بيتكلم عن دعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإزاي النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يبلغ الدعوة. بنقول إن الرسول عليه السلام عرف عنه سلامة الفطرة ورجاحة العقل قبل أن يبلغ بدعوة الإسلام أصلا. وبعد كده كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد إلى الله في غار حراء، يتأمل في ملكوت الله، وهناك نزل عليه سيد الملائكة جبريل ليقرأ عليه آيات من كتاب الله، وتبدأ تبليغ الدعوة. والنبي صلى الله عليه وسلم في سن 40 يذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويعود إلى زوجه خديجة فتهدئه وتطمئنه وتأخذه إلى ابن عمها ورقة بن نوفل فيبشره بأنه نبي، هذا نبي آخر الزمان. ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الدعوة، فأول من آمن به من الرجال أبي بكر، ومن النساء أم المؤمنين خديجة، ومن الشباب سيدنا علي بن أبي طالب، ومولاه سيدنا زيد بن حارث. أهل مكة لم يتركوا للمسلمين الفرصة اللي هم أمنوا بسيدنا محمد إلا أن هم يؤذوهم ويعذبوهم ويضطهدوهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالهجرة من مكة إلى بلاد الحبشة. إيه السبب؟ اشمعنى اختار بلاد الحبشة؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم اختار بلاد الحبشة؟ لأن فيها ملك عادل لا يظلم عنده أحد. وهاجر الصحابة إلى بلاد الحبشة، هناك النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك فرصة ليبلغ بها دعوة الإسلام إلا وتحرك. فتحرك إلى مدينة الطائف، ذهب إلى مدينة الطائف يدعو أهلها، وما كان من أهلها والكفار المجرمين هناك إلا أنهم آذوا النبي صلى الله عليه وسلم إذاء شديدا، حتى أن النبي لجأ إلى الله ودعاه وتأثرت نفسيته وحزن لذلك حزنا شديدا، فأراد الله تبارك وتعالى أن يخفف عنه صلى الله عليه وسلم. فكانت رحلة الإسراء والمعراج: الإسراء الانتقال من المسجد من الكعبة أو من بيت الله الحرام إلى بيت الله المقدس في مدينة القدس في فلسطين، والمعراج هو صعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى. في الإسراء والمعراج كان تكليف الله صلى الله تكليف الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالصلاة، الصلاة اللي احنا الآن بنصليها، وهي خمسة في الصلوات لكنها 50 في الأجر والثواب. تخيلوا يا شباب، صلي 5 أوقات وتاخد أجر 50. شوف رحمة ربنا قد إيه واسعة. ربنا بيحبنا، ربنا بيحبنا عشان كده احنا مسلمين، ربنا بيحبنا عشان كده أرسل لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا بيحبنا عشان كده احنا بنصلي، وإحنا كمان لازم نحب ربنا. كده انتهى الدرس يا شباب، وإن شاء الله نكمل في الدروس القادمة بإذن الله. دمتم طيبين وربنا يبارك فيكم يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.